مرحبا أصدقائي، معكم عمر في فيديو جديد. فيديو اليوم إن شاء الله سوف نعرف طريقة أخرى، طريقة حصرية لشحن لعبة فري فاير مجانا، طريقة لقد أدلني بها أحد من المتابعين على الواتساب. أرسل لي هذه الرسالة في هذا الموقع، قال لي عمر هل هذا الموقع صادق؟ قلت سوف أقوم بعمل عليه فيديو، سوف نجربه معا إذا اشتغل معنا أو لا يا أصدقاء. ولكن قبل بداية الفيديو أدعوكم إلى الاشتراك في القناة ومشاركة المقطع مع أصدقائكم ووضع تعليق يا أصدقاء في الأسفل، يعني أقرأ جميع التعليقات وأرد عليها. وبالنسبة لتطبيق كينج أوف جيف سوف يعود قريبا، فقط عندي مشكلة في الشركات العروض، شركات عروض ليس لدي حسابات فيها، فقط أبحث عن شركات عروض وسوف أقوم عندما أجهز التطبيق 100% وسوف أقوم بنشره يا أصدقاء لكم إن شاء الله. وتابعونا إن شاء الله، لقد عدنا بالجديد والطرق الحصرية. هيا بدون ما نطول يا أصدقاء، فتركوكم مع موجود في الوصف يا أصدقاء. هنا يقول لك سهل الحصول على 1600 جوهرة في فاير مجانا عن طريق الاي دي الخاص بك بكل سهولة. هنا يسألك هل تلعب فري فاير؟ تقول له نعم. هنا يقول لك كم عدد الجوهرة التي تريد أن تختار؟ 1600 جوهرة. هنا يقول لك اضغط هنا لكتابة اسمك أو الاي دي الخاص بك. هنا تكتب الاي دي الخاص بك، وضروري تأكد أنه صحيح، ضروري تأكد أنه صحيح وبدون اسباس يا أصدقاء. تكتب هنا الاي دي الخاص بك يا أصدقاء، ثم تضغط على أوكي. أنا سوف أقوم سوف أكتبه، ثم أضغط على أوكي، ثم اضغط على الخطوة التالية. هكذا الخطوة التالية، يقول لك أمر انتظار قليلا، جاي تجهيز الجواهر يا صديق. وانا يقول لك تهانينا، قد تم تجهيز الجواهر بنجاح، تبقت لك خطوة أخيرة لإرسال جواهر حسابك وتنفيذه بطريقة صحيحة. الخطوة الأخيرة انسخ الرسالة الموجودة في الأسفل وانشرها في 15 جروب واتساب. نعم، هنا تقوم بنسخ الرسالة وترسلها ل 15 جروب أو 15 صديق على الواتساب. سوف أقوم بالدخول للواتساب وسوف أقوم بإرسالها لأصدقاء وسوف أعود لكم هكذا. نعم، سوف أقوم بإرسالها يا أصدقاء للأشخاص التي أعرفهم. سوف أقوم بتوقف الفيديو كي أحصل على خصوصية، ثم سوف أعود لكم بعد نشر الرسالة في 15 جروب واتساب. ضروري أن تتأكد أنك نشرتها في 15 جروب واتساب، ثم تضغط على اضغط هنا لتفعيل اضغط هنا لتفعيل الجواهر. تضغط هذا عليه ويقول لك يعني يقوم بإرسال أوكي، يعني ترجع. أنا هنا أظن أنني لم أكمل الإرسال، سوف أعود أقوم بإرسال مرة أخرى. أوكي، بعد ما قمت بإرسال الرسائل نضغط على اضغط هنا لتفعيل الجواهر. تمام، اوكي. هنا يا اصدقاء لقد قام بفشل، قم باتمام عرض واحد وسوف يرسلك الجواهر يا اصدقاء. نضغط على هذا العرض مثلا، نعطيه مثلا يقول لك قم بادخال رقم، يعني هذه العروض دائما اشرحها في قناتي. وان اتفشل يعني لم يتحقق منك الموقع انك ارسلت الرسائل، يقوم بتحويلك لهذه الصفحه كي تقوم باتمام عرض بدلا من ارسال الرسائل عبر الواتساب. يعني هذا كبديل يعني كي لان الموقع يربح من هذا الشيء وانت يرسل لك الجواهر. يلا يا اصدقاء، تحياتي لكم، احبكم جميعا. هذا هو الموقع، اتمنى حظ موفق للجميع ودمتم برعايه الله.